اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا في باب التمحيص والامتحان الحديث السادس وهو اخر احاديث هذا الباب عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه قال كنت أنا والحارث ابن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوسا وأبو عبد الله عليه السلام يسمع كلامنا فقال لنا في أي شيء أنتم هيهات هيئات لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تمحصوا. لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تميزوا. لا والله ما يكون ما تمدون اليه اعينكم الا بعد اياس. لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. ذكرنا في احاديث هذا الباب أن القرآن الكريم والروايات المتواترة يدلان على أن الله سبحانه وتعالى يختبر خلقه بأنواع الاختبارات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ وإن الله سبحانه وتعالى من حكمته في تأخير دولة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي وعدها في القرآن وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وآله في أحاديثه المتواترة إن تأخير دولتهم من اسبابه وعلله امتحان الخلق. الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في هذه الفتره في فتره الغيبه. مجموعه من اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث كانوا جالسين وكانوا يتحدثون وكان تحدثهم وحديثهم كان حول هذا الموضوع اي حول دوله اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لأنه في تلك الفترة نهاية بني أمية بداية بني العباس وضع العالم الإسلامي كان في تغير وكان المؤمنون يتوقعون تحقق دولة أهل البيت في تلك الفترة فكانوا يكثرون الحديث عنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام استمع إلى كلامهم ثم قال هيهات هيهات كلمة هيهات بمعنى بعد هي اسم فعل بمعنى بعد أي بعد ما تريدونه لا يكون ما تمدون إليه أعينكم مد العين بمعنى النظر إلى الشيء نظرة تمنن ورغبة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: "لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه" ولا تمدن أو لا تمدن عينيك يعني شنو لا تمدن عينيك؟ يعني لا تنظر نظرة رغبة لأن الإنسان إذا رغب في شيء أطال النظر إليه، ونظر نظرة رغبة لأن النظرات تختلف، تارة الإنسان ينظر نظر آيس في مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه العبارة موجودة حينما ودع عليا الأكبر نظر إليه نظرة آيس تارة النظر هكذا يكون تارة النظر يكون نظر رغبة تارة يكون النظر نظر تحقير تختلف حالات النظر والإنسان الفطن من نظرة الإنسان يقرأ ما يدور في خلده في فكره الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون ما تمدون اليه اعينكم يعني تنظرون اليه نظرة رغبة حتى تغربلوا حتى تمحصوا حتى تميزوا إلا بعد أياس حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد الله سبحانه وتعالى يغربل الله سبحانه وتعالى يمحص الله سبحانه وتعالى يميز معاني هذه الكلمات ذكرناها في الحلقة الماضية لكن بشكل مختصر الغربال شنو هو؟ يوضع فيه الدقيق يعني الطحين او الحنطة مثلا ليفصل بالغربال بين الجيد عن الرديء او بين اللباب عن النخالة. الله سبحانه وتعالى يفصل بين المؤمن والمنافق التمحيص شنو هو المؤمن المذنب الله سبحانه وتعالى يريد ان يطهره من ذنوبه فبالبلاء يتوجه الى الله يتوجه الى الدعاء يتوجه الى الصلاه يتوب اليه سبحانه وتعالى فيكون ذلك كفاره لذنوبه وغفرانا لها التمييز شنو هو؟ الصالح والطالح مختلط الله سبحانه وتعالى يميز بينهما. الانسان يتمكن من ان يميز ما في نفسه. يشوف هل هو واقعا كما يظن من حسن الحال او لا حالته سيئة. اذا سقط في امتحان صغير يحاول يربي نفسه حتى لا يسقط في الامتحان الاكبر. لان التمييز تاره يكون تمييز المؤمن عن المنافق تاره تمييز لنفس الانسان الانسان هو يميز نفسه يشوف هل هو في هذه الجماعه او لا شويه ضعيف يحتاج الى تقويه ولا يكون الا بعد اياس يعني تطول المده حتى يياس الكثيرون طبعا اللي يياس عادة ينهار، وإذا انهار انحرف، لأن اليأس يوجب الانهيار، والانهيار يوجب الانحراف، والله سبحانه وتعالى لا يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلا بعد أن يستخرج واقعه، إذا شفت واحد مات مؤمنا واقعا، الله سبحانه وتعالى استخرج واقع، واقعه بالإيمان وإذا شفت واحد بعد طول صلاة وصوم وحاج وعبادة انحرف ومات منحرفا الله سبحانه وتعالى استخرج واقعه هذا واقع كان واقع منحرف صلاة وصوم وحج وعبادة هذه كانت مظاهر الله يستخرج الواقع لأن هذا الإنسان خلق للجنة أو خلق للنار بسوء عمله أو بحسن عمله فالله سبحانه وتعالى لا يتركه بدون أن يظهر واقعه أو لا يتركه حتى هو يغير واقعه تارة الإنسان واقع سيء يغير واقعه إلى الحسن يعني مثلا قوم يونس كانوا سيئين لكنهم غيروا سوءهم الى حسن، لذا الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب ومتعهم الى حين وسعد من سعد منهم. وفي بحث السعاده والشقاء كلام مفصل ذكرنا بعضه في باب التوحيد. هذا الانسان انسان واقعه سيء ولو الان تشوفه حسن الظاهر الله يبقيه اما ان يغير واقعه الى الحسن او ان يظهر واقعه السيء حتى يكون من اهل النار حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد الله سبحانه وتعالى يقول فمنهم شقي وسعيد ثم ننتقل إلى باب آخر من الأبواب المهمة والأحاديث الموجودة فيها أحاديث مهمة باب أنه من عرف إمامه لم يضره لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره هل من الفضيلة أن تدرك زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم بشرط أن تكون من أنصاره وأعوانه لكن هذا أمر ليس بيدنا الله سبحانه وتعالى, وتعالى خلقنا في وقت معين فهل هذا الوقت هو وقت الظهور بحيث نحن ندركه أو ليس وقت الظهور بحيث لا ندركه كما لم يدرك آباؤنا الظهور هذا ليس بيدنا الذين أدركوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وآمنوا به صار فضيلة لهم والذين لم يدركوه ماتوا قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى هذا كان باختيارهم كلا هس الناس الذين ماتوا في زمن الغيبة، أو ماتوا في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولم تكن دولة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد قامت في ذلك الوقت. هذا الإنسان، وهؤلاء الناس، إن كانوا مؤمنين، ملتزمين بوظائفهم، فهم من اهل الجنه ولعل الله سبحانه وتعالى يرجعهم في الرجعه واذا واحد لم يكن مؤمنا كان منافقا او كافرا او في قلبه مرض هذا الانسان اذا ادرك الظهور هذا يمكن يحارب الامام عليه الصلاه والسلام. عدنا في الاحاديث ان جماعه من الناس يقولون للامام المهدي ارجع يا ابن فاطمه لا حاجه لنا فيك. وهم من البتريه. البتريه مجموعه من الزيديه. والزيديه من عقائدهم لأنهم فرق طبعا من عقائدهم أنه الإمام يكون كل رجل من ولد فاطمة ثار بالسيف يعني من شروط الإمام عندهم هكذا لذا ذول البترية ماذا يقولون لا يقولون ارجع يا ابن رسول الله او ارجع يا ابن علي يقولون ارجع يا ابن فاطمه هذا اشاره الى عقيدتهم على كل حال وقسم يحاربون الامام عليه الصلاه والسلام هسه اذا واحد ادرك الظهور وكان في صف المحاربين هذا يضره الظهور لو ما كان يدرك الظهور كان احسن له مثل المشركين الذين أدركوا رسول الله محمدا صلى الله عليه واله وكفروا به وحاربوه وقتلوا في معاركهم معه مثل أبو جهل. أبو جهل هذا إذا كان يموت قبل البعثة يموت مشرك من أهل جهنم. لكن مات بعد البعثة وصار فرعون لرسول الله صلى الله عليه واله. مثل ذاك فرعون موسى هذا فرعون محمد صلى الله عليه وآله وحارب رسول الله وقتل في معركته مع الرسول صلى الله عليه وآله في بدر حالة صار أسوأ جدا لأن النار دركات لو كان ميت قبل ذلك كان أحسن له فإذا الإنسان وظيفته ان يعرف اصول الدين قلبا، وان يطيع الله سبحانه وتعالى فيما امر ونهى عملا. اذا الانسان سار فيما اراده الله سبحانه وتعالى عقيده وعملا، فهذا قد ادى ما عليه. هل من وظيفته ادراك زمان الظهور؟ كلا لانه مو امر اختياري هذا مو باختياري حتى يكون تكليفا لي. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الانسان بما لا يستطيع بما لا طاقه له به. ان ادرك زمان الظهور هذا بيدي لا مو بيدي فليس من تكليفي. فإذا الإنسان مات في زمن الغيبة مؤمناً سليم العقيدة وسليم العمل هذا الإنسان يكون من أهل الجنة وإذا أدرك الظهور فنور على نور يكون من أصحاب الإمام وترتفع درجاته بذلك أما غير المؤمن فهو شقي سواء أدرك الظهور أو لم يدرك الظهور فعلى الإنسان أن لا يقصر في واجباته، في تكاليفه، في طاعته. أكو البعض يتصور أنه إحنا منتظرين فإحنا ليس من تكليفنا شيء. الجواب جميع الواجبات واجبة في زمن الغيبة. جميع المحرمات محرمة في زمن الغيبة أيضا. وليس الوجوب. والحرمة مختصتان بزمان الظهور يعني مثلا الصلاة واجبة افرض أنه إن شاء الله في هذا اليوم يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أذن المؤذن لصلاة الصبح هل تكليفي أن أصلي صلاة الصبح؟ نعم الإمام يظهر بعد ساعة هذا لا يسقط تكليفي بصلاة الصبح مثلا هل يوم شهر رمضان لنفرض ان الامام يظهر غدا هل صيام هذا اليوم يسقط وجوبه عني الجواب كلا واجب سواء ظهر الامام او لم يظهر الغيبه محرمه التهمه محرمه البهتان محرم النظرة المحرمة إلى المرأة الأجنبية محرمة سواء الإمام يظهر في هذا اليوم أو ما يظهر في هذا اليوم أي أحكام الله أحكام الله لا تتغير بالغيبة أو الحضور في الحديث الشريف حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة الإمام المهدي حينما يظهر شريعة الرسول لا تنسخ بل تطبق الناس ما كانوا يطبقونها الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر ويطبق تلك الشريعه اصلا هو ليش يظهر ليملاها قسطا وعدلا يعني يطبق الشريعه لان شريعه الرسول صلى الله عليه واله هي القسط والعدل بعد ان ملئت ظلما وجورا، وجو الظلم شنو هو؟ الجور شنو هو؟ العمل بخلاف شريعه رسول الله صلى الله عليه واله، اصلا يظهر لذلك هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، يعني يسيطر الدين الاسلامي على جميع الاديان. في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيكون هذه السيطرة في كل الأرض. في زمن الرسول كانت السيطرة في شبه الجزيرة العربية. في زمن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، السيطرة في الشرق الأوسط باستثناء الشام مثلاً وشوية من أفريقيا. وحتى في زمن سلاطين المسلمين مثلاً، سلاطين بني عثمان مثلاً. سلاطين بني اميه، سلاطين بني العباس، حكام جور كانوا، لكن الظاهر اسلام، اسم، الاسم اسلام. مدى حدود الدوله الاسلاميه عشر الارض او اقل من العشر، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، واوروبا اكثرها، واسيا اكثرها، وافريقيا اكثرها، لم تكن في ضمن حكومه الحكام الذين يدعون الاسلام. متى يكون ظهور الدين على الدين كله؟ بحيث انه في جميع الكره الارضيه يكون حكم الاسلام الواقعي هو النافذ في زمن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا ما ذكرته الاحاديث التي رواها الفريقان يملاها قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا، زين فالامام المهدي يظهر لتطبيق شريعة جده رسول الله صلى الله عليه واله في زمن الغيبة تكاليفنا لا تسقط. أي تكليف موجود موجود في زمن الغيبة. نعم يضاف تكليف آخر في زمن الغيبة هو الانتظار. الانتظار يلازم التهيؤ تكون مهيئ نفسيا، مهيئ بدنيا، مهيئ عمليا. حتى اذا الامام ظهر لا تكون من اعوى اعدائه بل تكون من اعوانه ليصير مثل ذولاك الذين كتبوا الى الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ان اقدم علينا على جند مجنده جند لك مجنده تعال احنا نبايعك لتقيم العدل في الأرض فالإمام أرسل سفيره مسلم ابن عقيل فبايعه ثمانية عشر ألف واحد ثم نكثوا البيعة وبعض الذين كتبوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هم كانوا من قتلته ليش؟ لأنه ما كان عندهم انتظار واقعي للامام الحسين كانوا يريدون مصلحتهم في زمان معاويه كان فتره زياد بن ابي حاكم الكوفه فتره المغيره ابن شعبه حاكم فتره اخرين كانوا حاكمين الوليد بن عقبه الفاسق الذي الله سبحانه وتعالى في آيتين يصرح بفسقه: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. في آية أخرى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا الوليد بن عقبة، كان واليا على الكوفة قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لما بويع الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخلافة هو جاء وحكم الكوفة وأرسل إلى الولايات حكاما آخرين زين الحكام الظلمة قبل أمير المؤمنين أو في زمن معاوية أساءوا كثيرا للناس فذول حينما كتبوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كتبوا له لأجل مصلحة أنفسهم مو لأجل الدين مو لأجل العادل فهو لمن يكون المدار عند مصلحته شاف الآية انقلبت الآن إذا يكون ويا الإمام الحسين وضع يكون خطر أربعة آلاف من المؤمنين كانوا مسجونين في سجن عبيد الله بن زياد وبعضهم قتل مثل هاني بن عروة فلما انقلبت هو ويا مصلحته شاف انه بقاء مع الامام الحسين ليس من مصلحته انقلب هو ايضا. صار ويا يزيد وابن زياد. عندما عبيد الله ابن زياد امره بان يخرج الى قتال الامام الحسين، خرج لانه شاف اذا يبقى ليطيع عبيد الله ابن زياد راح يقتله. إذا الإنسان هدف مصلحة نفسه يكون ويا المصلحة مو ويا الحق أنا وأنت ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليش ننتظره ننتظر لمصلحتنا نشوف حكومة جائرة استأثرت بالسلطة والمال وأني ما عندي فلوس ما عندي منصب ما عندي مصلحة ما عندي كذا فأقول يا الله ليظهر الإمام المهدي حتى أني أصل إلى مصالحي وهذا الإنسان إذا هالشكل يفكر يمكن يكون من المحاربين للإمام المهدي هذا مو منتظر للإمام المهدي هذا منتظر لمصلحة نفسه أكو واحد من أصحاب الإمام الصادق في حديث موجود في الكافي ما معناه يقول للإمام شو وقت تكون دولتكم يقول الإمام الصادق لو صارت دولتكم لعشنا معكم. يعني انتم تصيرون الامراء احنا بنصير الوزراء ونصير الحكام وكذا ونكيف بالدنيا. نلعب بيها لعب. الامام ينهى عن هذه الطريقه من التفكر. اذا الامام المهدي يظهر فرهبنه بالليل وجهاد في النهار. الانتظار مو معنى انه اني انتظر. حتى اصل الى مصلحتي. الانتظار معناه انه انتظر ظهور الحق. انتظر ظهور الحق. اذا آنهم هم الي حق اوصل الى حقي. المعيار المد... والمدار وقطب الرحى يكون الحق مو المصلحه. نعم قد تكون المصلحه مع الحق. فيكون مع تلك المصلحه لا لانها مصلحه وانما لانها حق الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول لزراره اعرف امامك لان الامام من اصول الدين ومعرفه الامام واجبه والمعرفه شنو هي المعرفة في اصطلاح الروايات الاعتقاد الصحيح مع العمل وفق ذلك الاعتقاد، مو فقط تعتقد، تعتقد وتعمل. اعرف امامك فانك إذا عرفت لم يضرك، لم يضرك تقدم هذا الامر او تأخره، او لم يضرك تقدم هذا الامر او تأخره. ما راح تتضرر إذا هذا الأمر تقدم ما راح يكون بضررك لأن أنت تكون مع الإمام لا ضد الإمام أما الذين لا يعرفون الإمام إذا تقدم هذا الأمر قد يكونون ضده أو تأخر أنت ما أدركته وإذا مت أنت ما راح تتضرر لنفس الانتظار الله سبحانه وتعالى يعطيك ثواب من جاهد بين يدي الامام بل في بعض الاحاديث يستفاد ان الذي يموت منتظرا حقيقيا في زمن الغيبه هذا افضل له درجه من الذي يدرك الامام عليه الصلاه والسلام او تاخر تاخر هذا الامر بل اذا الانسان محض الايمان محضا الله سبحانه وتعالى بقدرته قد يرجع هذا الانسان في زمن الظهور لان الله سبحانه وتعالى احيا اموات في الامم السابقه وما جرى في الامم السابقه حسب الاحاديث يجري في هذه الامه الله سبحانه وتعالى احيا السبعين من اصحاب موسى عليه الصلاه والسلام واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا بعد ذلك الله أهلكهم بالصاعقة ثم أحياهم عزير الله سبحانه وتعالى أحياه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فأماته الله مئة عام ثم بعثه أو الألوف الذين خرجوا حذر الموت فالله سبحانه وتعالى اماتهم ثم احياهم. في الامم السابقه الله ارجع اموات وما جرى في الامم السابقه يجري في هذه الامه، الله سبحانه وتعالى يحيي مجموعه من الناس. متى ذلك؟ في الرجعه وتفصيل الرجعه في موضع اخر سنذكره ان شاء الله تعالى. فانك اذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر. او لم يضرك لم يضرك تقدم هذا الامر هذا الامر او تاخره نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المنتظرين الواقعيين العارفين بامامهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين